بصراحة. نحن اليوم عم نشوفك مكرمة خلال هذا الحفل للصحافة وللمراسلين. شو بيعني لك التكريم أولا؟ شو بيعني لك أنت خلال مسيرة عمل طويلة بمجال الصحافة هذا التكريم؟ صراحة عنالي كتير لأنه حسيت أنه عن جد في شغلنا له تقدير، وأنه الحمد لله عم نقدر يعني مجرد حدا يفكر انه يعطي هالقد قيمة للمراسل اللي بيمرق بكل المحلات وبكل المطارح الخطرة والحلوة والبشعة. يعني نحن بنكون دايما مع الناس وحياتنا كلها مع الناس، بننقل احزان وافراح وننقل حرب وننقل سلم، بننقل اتفاقات وخلافات. حلو كتير انه في ناس تقرر انه تكرم هيدول الاشخاص اللي هن دايما بكونوا مع كل العالم. طيب خلال هالمسيرة الطويلة من العمل الصحافي وخلال تغطياتك للأحداث، شو الشيء الخطير اللي واجهك أكثر شيء خلال أي تغطية أنت قمت فيها؟ هلا أنا سابق إنه بكل الأحداث كانت خطرة. بكل الأحداث كان في أنا بيجيك بوقف ورا دايما هيك كملة ستاند أب. بتعرفها لليندا، ليندا كثير مشروع نموذج المراسلين. لا، بكل احداث كان في يعني خطر، يعني من حرب تموز لنهر البارد لسبعة ايار للاحداث اللي هي بين بطرابلس. يعني انا من بطبيعه شغلي وبطبيعه انه انا صار لي 10 سنين بهذه المهنه، يعني مهنه المتاعب، وعلى كل خطوط النار كنت. فيمكن اكثر محل كنت ما بتمنى اني غطيه بصراحه هو سبعة ايار اكثر شيء، لانه خلص بتشوف انه اللبنانيين عم بقتلوا بعض. بينما بحرب تموز اللي انا كنت فيهم 33 يوم عم غطي من قلب الضاحيه الجنوبيه، اعتبرت انه انا واجب يكون هون، ما اهرب، وبالعكس نواجه هذا العدو بكاميراتنا بنقل الصوره الصحيحه. بسبعة ايار تمنيت انه لا ما تنقل الصوره. كلنا بنعرف انه مهنة الصحافة كتير تعبة وضغط وستريس. نانسي السبع نحنا بنشوفها خلال التغطيات قوية، امرأة ما بتخاف من شيء. من وين تستمد هالقوة كلياتها خلال التغطية للأحداث؟ مرسي. لا انا بخاف، انا بخاف اكيد مثل كل العالم، بس بتغطية الاحداث بيصير الحدث هو اللي بياخدك. يعني بتصير اهمية الامور انك انت بتصير مركز على هذا الحدث. مش هيك يمكن خوفنا بتاخده الكاميرا، يعني نحن بنتخبى ورا الكاميرا فالناس بتفكرنا ما بنخاف، بس لا نحن بنخاف اكيد، بس بتصير كل قوتنا عم نعطيها قدام الكاميرا. بينما بس الكاميرا هيك تبعد عننا بيرجع الخوف لمحله. يعني شفنا اليوم نحن خلال التكريم وجود زوجك الصحافي الاعلامي فراس حطوم. شو بيعني، شو عني لك هذا الشيء من وجوده حدك اليوم؟ دايما فراس حدي ودايما بيعني لي انه يكون حدي، واساسا يعني انا بنبسط انه ما حدا ممكن امرأة متزوجة إعلامية إنها توصل وتتكرم إذا ما بيكون في عندها سند مثل فراس. يعني بالنسبة لي إنه فراس حدا بشجع، وبالعكس بيكون بكل المحلات هو يمكن اللي بيدفشني أكثر لقدام. إذا بدي أقول طيب أخيرا كلمة أخيرة لموقع بصراحة. مرسي كتير بصراحة، وكمان انتو اساسا يعني منشوفكم معنا على طول ووقتكم من وقتنا مثل ما بنقول كمواطنين وكاليوم زملاء وبكل الميادين. كمان يعطيكم الف عافية، ومثل ما قالوا لنا انه نحن الحدث ونحن المصنع الحدث، انتو الحدث كمان وانتو بتصنعوا الحدث. شكرا.